عايز اقول لحضراتكم بس انه الان الساعه 10 تماما اغلقت اللجان الانتخابيه. قد تكون هناك دقائق قليله الناس اللي كانت قدام اللجان هتدخل تدلي باصواتها، وده ممكن ما يبقاش في لجان كتير، لكن الان رسميا طبقا للجدول الذي اعدته الهيئه الوطنيه للانتخابات والمواعيد التي حددتها، الان اغلقت الانتخابات اللجان الانتخابية، وعلى الفور هتبدأ اللجان الفرعية في فرز الأصوات، ترفع هذه النتائج إلى اللجان العامة، ومن اللجان العامة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستقوم بدورها بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل 2 إبريل إن شاء الله بشكل نهائي. مين معانا؟ محمد عيزة من الدقهلية. طيب خلينا نسمع بس التليفون بيبقى ابن اصول. استاذ محمد ده عيزة من الدقهلية، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا دكتور. كيف مضت الساعة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية عندك في الدقهلية؟ يعني دعني أشرح لك من البداية، هي الساعة الأخيرة كما الساعة الأولى في محافظة الدقهلية، الاحتفالات مستمرة منذ يعني الساعة الأولى من الانتخابات. هناك وفود بالآلاف على اللجان الانتخابية خاصة في مدينة المنصورة والقرى المجاورة لها، مشهد احتفالي كبير، السيدات تصدرن المشهد في محافظة الدقهلية، حرصنا على اصطحاب أبنائهن معهن، مما زاد الشكل الاحتفالي للما يعني الانتخابات في محافظة الدقهلية. دعني دكتور محمد يعني أشرح لك المشهد الآن أيضا في اللحظات الأخيرة، هناك لجان يعني أظن أنها لن تغلق أبوابها إلا بعد نصف ساعة، حيث يعني زادت الأعداد بشكل هو أغلقت، لكن هم عشان بس الناس تبقى معانا، يعني هو الإغلاق الرسمي تم لكن دول دخلوا لأنهم كانوا موجودين. اي نعم، يعني بالزبط. الوقت في طوابير كبيره امام بعض اللجان خاصه في شارع كليه الاداب، يعني بعض القضاء المشرفون على هذه اللجان يعني قبلوا هذه الاعداد وبدات عمليه التصويت بشكل سريع حتى يتم الغلق والفرز، ولكن يعني المواطنات يعني يتوافدن على اللجان في اللحظات الأخيرة. أيضا أشير أن يعني سوء حالة الجو في المنصورة تزداد منذ بداية الصباح حتى الآن، ولكن هذا لم يمنع المواطنين من احنا بنعرض على الشاشة اهو استعداد اللجان الفرعية في القاهرة لعملية الفرز، يعني هم خلاص قفلوا اللجنة وبيجهزوا اهو بقى مكان عشان يستأنفوا. كثيره بدات الفرز في المنصوره، تمام. لكن يعني سوء الحاله الجويه يعني شجع المواطنين على النزول مبكرا الى الانتخابات قبل يعني زياده الاحوال سوءا، والان يعني هناك في امطار ورياح محمله بالشبه. بشكرك استاذ محمد عيزة من الدقهليه. كمان اهو الشرقيه قدامنا بداوا، ده بدايه الفرز يا شباب، بداوا بيخلصوا الورق بالظبط، بداوا يفرزوا، واحنا هنتابع مع حضراتكم الفرز على الهواء، وهنحاول ننقل نتائج اللجان الفرعيه من كل اللجان ان شاء الله.